ردي يا زينب لنا نور الفجر، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. دربي ضيعته ولا ادري السبيل، خايفة خوف ابد ما لا مثيل. يا يما يا يما رد زينب تنادي، أعتقد أن الاستثمار مغري كثير في الجبل الأخضر، خاصة بالنسبة لي أنا. أمل، زين دخلي في الموضوع، تكلم بنفس الشجاعة اللي أعرفها عنك. بصراحة كنت أريد أكلمك الموضوع من زمان بس كنت مترددة. اسمح لي يا أخوي أقول لك الحين أني أريد حقي من الميراث. الحين؟ أقول لك إياها بصدق، أنا أريد أساعد مروان وأهله، أريد أجيب لهم شغالة على حسابي، وأريد أهتم بعلاج مروان، وأعتقد أن هذا عمل إنساني، وأنت ما تعارض العمل الإنساني يا أخوي. الحين يا أمل، الحين. أحمد أخوي إيش فيك؟ صداع أمل، صداع، حاس بدوار. خليني أخذك للمستشفى. لا لا. يلا وديني البيت، وديني البيت أحسن. طيب كله تعذر. تعذر وبعدين معك يا شيخان. أحمد مالك؟ إيش فيك؟ صداع نبيل، صداع. أمل، أحمد إيش في؟ إيش صاير؟ ما في شيء، بس أحمد مصدع شوي. بخبر شغالة تسوي لكم شيء، إن شاء الله يصير أحسن. على إذنكم. أمل، 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 أمل.
أيوة غلط، ما كان من المفروض أني أطالب بحقي في الميراث الحين. أحمد تكفيه مشاكل وأجي أنا في هذا الوقت أزيدها مشاكل. لا، ما كان المفروض هذا الشيء يصير الحين. أنا لازم أعتذر من أحمد ومن تهدى كل الأمور بعدين أطالب بحق. بعدك ما رديت علي، سمعت شيء عن زينب؟ الموضوع ما له علاقة بزينب أبدا. أكيد الشرطة خبرتك شيء ما زين عن بنتنا وانت ما أدري تخبرني. نبيلة خبرتك زينب بعتها مفقودة، ما حد محصلها لحد الحين. زين وين سالفة الصداع اللي جاك اليوم؟ أمور كثيرة، لو تخليني الواحد بيكون أحسن. لا تزيدي لي الصداع بعدك. أخوي محمد جاي في الطريق الحين، وبنروح أنا وهو بندور على زينب في كل مكان في الوادي. أنا سألت عيسى عن السر اللي بينك وبينه، السر اللي مخبلنا عنه كلنا. إيش قالك؟ إيش قالك؟ ولا تربوا المحصنات الغافلات. ايش يعني؟ يعني اللي سويته غلط يا عيسى. وبعدين معك يا خالد، اشوفك صاير ضد في كل شيء. لا يا عيسى، انا لا ضدك ولا ضدهم، انا مع الحق. بديت تخليني اقلق يا ابو زاهر. ودام انك بديت تسميني يا ابو زاهر، انا اللي بديت اقلق اكثر يا ولد اختي. وين رايح؟ رايح ادور على بنت احمد، يمكن اليوم اقدر احصلها. ويا ليت احصلها، يا ليت. عصفور يا يمه رفرف بريشه وطار، فارق دفاشه رفرف بعيد وسوا. خلاص زهر، خلاص تعبت، ما اقدر اكمل. وانا بعد تعبت، ما اعتقد ان طفلة عمرها 4 سنوات تقدر توصل لغاية هذا المكان. هي تقدر في حالة واحدة، هي كانت تخشش بين الاشجار وبين صخور. المهم خلينا نروح من هذا المكان ونرجع البيت. خلي راجعين خلا. أكيد بعد قل حنان شيء، أكيد. هي ترى إيش قلت لهن يا عيسى؟
ايش؟ نبيلة أهلين، تعالوا دخلوا دخلوا. لين يا بطل؟ أيوة عيسى، ممكن أشوفك شوية؟ وش بغيت؟ طيب وين مكانك الحين؟ جاي إنك الحين يا ترى إيش تريد تقول يا أحمد؟ وهذا كل اللي صار. أخاف أكون أنا السبب في صداع أحمد. يمكن يكون موضوع مروان جزء من السبب، بس موضوع زينب هو كل السبب يا أمل، كل السبب. وجيت أنا أطالب بحقي في الميراث في وقت ما مناسب، وزدت أخوي صداع فوق صداع. كنت خايفة أنه أحمد مخبي شيء عني عن زينب، وكنت أفكر بجي أتكلم معاكي برتاح، بس للأسف خوفي على بنتي زاد، لأني ما أعرف أي شيء جديد عن بنتي، ما أعرف. شيخان، على وين كذا يا سارة؟ ويهمك تعرف على وين رايحة يا شيخان؟ الأستاذ عيسى موجود؟ من يوم طلع لحد الحين ما رجع. إذا كنت طالعة مستعجلة تفضلي، أنا ما أريد أعطلك. كنت أتوقع أنك جاي تناقشني موضوع الطلب اللي طلبه مني الأستاذ عيسى. هذا موضوع يخصك وحدك، وأنت صاحبة القرار فيه بنفسك. وأنت؟ أنا إيش؟ يعني إذا أنا وافقت على الزواج من الأستاذ عيسى، أنت ما رايح تزعل؟ وليش أزعل؟ هذه حياتك وأنا اللي حياتي، وإذا كنت حاطة في بالك شيء ثاني فأرجوك تخلصي منه، لأني أنا أيضا خاطب وقريبا بتزوج. إيش؟ أنا ما أريد أخدعك ولا أريد أستغلك مثل ما يسوي بعض الناس. ما يصدق أن واحدة معجبة فيه يستغل هذا الإعجاب بطريقته الخاصة. بس أنت عمرك ما قلت لي أنك خاطب يا شيخان، ليش خبيت علي كل هالمدة؟ أنا ما خبيت عليك يا سارة، بس ما جاء الوقت المناسب أني أخبرك، والحين هذا الوقت جاء وخبرتك. ومين هذه اللي خطبتها؟ أخت زوجة الأستاذ عيسى. ها؟ عنادم فيك، أنا بتزوج الأستاذ عيسى.
أحمد، كل اللي سويته كان من خوفي على أمل، صدقني من خوفي عليها. طعن في الشرف أقوى وأخطر من الطعن بالسيف والخنجر. أيوة، لكن أحمد، بس عديسة، بس أنا كل يوم أكتشف فيك شيء سيء وأسوأ من اللي قبله. بس من كل هذا اللي صار أنا ما يهمني غير بنتي زينب. رجع لي بنتي يا عيسى. أنا كنت عارف أنك أنت ما طالبني هنا علشان موضوع عمل، طالبني علشان موضوع زينب. يعني إيش؟ يعني الكذبة اللي كذبتها أمل وصدقتها أنت انكشفت خلاص، ما عاد لها قيمة. ما فهمت أحمد. أنا عارفك زين الزين، عارفك متى تفهم ومتى ما تفهم ومتى ما تريد تفهم. أقسم لك بالله العظيم لو ما رجعت المبلغ اللي طلبته منك أطلع من هنا مباشرة لمركز الشرطة، أسجل اتهام صريح ضدك إنك أنت المختطف زينب وهي موجودة معك. يعني أنت ما بتبلغ عني إذا عطيتك المبلغ وبتتنازل لي عن بنتك؟ مستحيل أتنازل عن بنت زينب، لكن ممكن أخلصك من تهمة الاختطاف. يعني أنت يا أحمد الحين جاي تساومني على بنتك؟ أدفع بتتنازل، ما أدفع بتبلغ عني. إيش رأيك أدفع لك 1,000,000 ريال وتتنازل لي عن زينب؟ يا نذل يا حقير، أنت لازم ترجع زينب بأي شكل من الأشكال وترجع الفلوس اللي سرقتها. أنت مريض، مريض وتتوهم كذبي. غبي، تريدني أرميك من هنا؟ عيسى. أرميك عيسى. أنت غبي، غبي، تفهم؟ غبي. أرميك عيسى. أرميك عيسى. ها عيسى. ها عرفت عيسى الحين؟ عرفت عيسى؟ ها عيسى. أنت غبي، غبي يا أحمد، غبي. تحرك الحين، تركب سيارتك وتروح البيت، تشل أولادك، ما أريد أشوفكم بيتي، تفهم؟ نبيلة، جهزي الأغراض، أنا جاي أخذكم. سوي اللي أقولك عليه بدون مناقشة الحين. إيش في يا نبيلة؟ عيسى طردنا من بيته. إيش؟ وأحمد جاي علشان يأخذنا. أنا ما راح أشوفه. خير يا أمل، إيش اللي صاير؟ زوجك المحترم طرد أخوك وأولاده من بيته.
طرده من الشركة، طرده. وإذا استدعى الأمر بلغ عليه الشرطة وقول إن أنا مخبر إنك. وين سارة؟ أحسن عوض، إذا وصلت الشركة وشفت إنه موجود ما تلوم إلا نفسك. تريد تقول شيء يا عوض؟ أريد أقول لك إن الأستاذ عيسى ما بيرجع، وأحسن لك توفر وقت يا صديقي. وأنت كيف عرفت إني أنا موجود هنا؟ تجسست علي ورحت خبرته وقال لك طرده من الشركة، والحين أنت جاي تطردني. بس قبل لا أطلع أريدك تقول لك كلمة واحدة. الشاطر اللي يضحك بالآخر عن إنك يا عوض. يلا ركب السيارة بروح اجيب الاغراض. انا ما جهزت الاغراض. ايش يعني؟ تعسى كلامي؟ احمد قلت لك ما راح اطلع من هذا البيت الا وكل اولادي معي، واولهم زينب، واللي مختطفينها احسن له يطلعها. انت ما تريد تطلع من البيت ما علشان زينب، علشان زوجي عيسى. حنان خليها تكمل. كملي حنان كملي. تذكر لما سالتك عن علاقتك بزوجتك؟ يا ليتك فكرت في سؤالي وجاوبته بنفسك. حنان قولي كل شيء ولا تخبي شيء ابدا. زوجتك لما تجي الجبل ما تجي تزورني انا، تجي علشان تشوف حبيبها الاول اللي هو عيسى زوجي، وانا وانت نايمين وغرقانين في النوم. زوجتك وزوجي. حنان قبل لا تكملي كلامك سمعي اللي عندي انا بعد. زوجك المحترم يريد يطلقك. تعرفي ليش؟ لانه يحبني ويريد يتزوجني. يا ما انت سالتيني ايش العلاقه اللي بيني وبين زوجك، هذه هي العلاقه اللي بيني وبين زوجك يا اختي. بس هذه العلاقه من ناحيته هو وبس، وانا دائما كنت اصده وامنعه وانصح بس بدون فايده. هو مصر انه يطلقك ويتزوجني، وانا خبيت عليش. خبيت عليش يا اختي، كنت خايفه عليش وخايفه على حملك. حنان لو سمحتوا ممكن تطلعون برا عشان نفحص المريضة.
في الوادي راح تلا ضيعتنا لعبتي وسط الشجار طاحت غابت حكايتي وصار